مجموعة كاملة من الحلول التقنية الطبية لعلاج الأمراض المستعصية قدمتها شركة سيمنز هيلثينيرز للرعاية الصحية خلال فعاليات معرض الصحة العربي في دبي، الذي يمثل فرصة عالمية لخلق شراكات قيمة وأفكار مبتكرة تهدف لتحقيق أعلى درجات الكفاءة. نغطي مرحلة التشخيص بشكل تام من خلال التصوير الطبي والعمل المخبري، أي فحوصات الدم والبول، فضلاً عن تصوير بالأشعة والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي وغيرها. أما في مرحلة العلاج فنحاول تحسين الخدمات التي نقدمها، خاصة تلك التي تتعلق بعلاج مرض السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية. هذه هي هويتنا، إذ نغطي سلسلة الرعاية الكاملة. فضلا عن ذلك سنولي الأولوية لتوسيع هذه الخدمات والتأثير إيجابا على حياة كل مواطن. نحن رياديون في الاكتشافات في مجال الرعاية الطبية للجميع وفي كل مكان بطريقة مستدامة. نركز على رؤيتنا للسعودية التي تعد سوقا رئيسيا للتنمية بالنسبة لنا. ليس ذلك فحسب، بل يشكل الإنفاق السعودي على الرعاية الصحية 60% تقريبا من إجمالي الإنفاق على القطاع عينه في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وتركز رؤية شركة سيمنز هيلثينير في السعودية على تمكين كل مزودي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة لتسريع التحول في المملكة من خلال الاختراقات العملية المبتكرة، الإنجازات الابتكارية والحلول والاستشارات. نحن أيضا منخرطون في العديد من المبادرات التحولية في المملكة، ومنها إنشاء المقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية. قرارنا المشوق بشأن إنشاء مقرنا الرئيسي الإقليمي في الرياض يشدد على التزامنا تجاه رؤية السعودية 2030، ومن خلال المقرات الرئيسية الإقليمية المنشأة حديثا سنتمكن من التقريب بين كل من الحلول الرقمية والابتكارات والتميز في مجال خدمة العملاء والأسواق ذات الصلة. ليس ذلك فحسب، لكن منطقة المقرات الرئيسية الإقليمية المنشأة حديثا ستشكل مركزا للكفاءة لدعم الأسواق السعودية، وأيضا أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي برمتها. مبادرات سيمنز هيلثينيرز لتقديم الرعاية الصحية بطريقة مبتكرة ستساهم في إيجاد حلول عملية وسريعة لتشخيص وعلاج الأمراض مع المواظبة على الصحة المستدامة. سلام الفيل، سكاي نيوز عربية، دبي.